it's facing missing teeth to offer any abutment rest in the bridge to rest on these abutments. هذه generally أكيد تكون تعرفون طبعا احنا هنا راح الفوائد اللي راح نحصلها من البريدج انه ريستور فانكشن شوفوا مثلا في هذا الكلينيكال كيس البيشنت ما عنده مشكله بس بالاستاتيك وانما عنده مشكله ايضا بالفانكشن اوكي بالكونتور اوف دي فممكن انه ريستور ايفري ثينج باي يوزنج كراون اند بريدج ورك اوكي هنا الكيس يكون الكراون يكون عندك يا اما يكون فايتال بس هيفي ريستوريشن او يكون نون فايتال فايت از بريفير تو هاف سنجل كراون هنا طبعا فول ميتال طبعا انا هسه هذه كلها بالكتب تشوفوها الفول ميتال لكن احنا بالحقيقه البيشنت نهائيا ما يحب الفول ميتال حتى لو تريد يشوفه هو ابر اي كم يريد يصير عنده الاسد كلش عادي بينما هو المفروض يكون فول ميتال حتى يكون ليس ريدكشن ويكون مور افوردبل لانه منطقه بيها هيفي ستريس طبعا هنا البرنج ان كيس اوف ذا اوكي انا قاعد اذا مثل ما نرجع نقول انه ريستورينج فانكشن مورفولوجي اند كونتور وايضا بروتكت ذا ريمينينج تور فروم دامج السؤال اللي اسالكم اياه it is a must to put crown on tooth or not فإذا it is not a must. إيش وقت يكون it is a must? Restorable. Restoration عادي. لا هي most probably من يكون non vital. يعني إذا سويت مثلا endodontic treatment وكانت multiple visits عندك lower six lower seven multiple visits إجوا وخليت له سكر وخليت له build up ورجعت له كل شيء فهذا حرام السلم أسوي لك راو. حتى لو شفت انه حتى لو patient لك it is not affordable بس انت هذه multiple visits ومتعب عليك واخذت فلوس من البيشنت فبدون complete restoration هذا راح يعني ممكن يحصل سنه within less than a year فانه for better prognosis اذا كان vital it is a must اذا جاك سؤال هل هو it is a must crown فتقول اذا كان vital فهو it is a must لازم تسوي له الكراون واعرف ليش بس من يكون non vital العفو سوري بالعكس دكتور ها ان الفايتال هو الاكسبتبل النون فايتال نسيسري نون فايتال اذا دونت كانت يكون بريتل يعني هو الفايتال تو بي للدنتين هو ريزيلينت بارت اوف التوت ستراكشر اللي هو يتحمل الستريس بينما ما يتحمل ستريس بينما هو بريتل لان الاورجانيك سبستانسز مالته قليله فمن انما بالضبط يشبه مثل الجلاس انت تسلط عليه فورس ممكن انه يسوي كراك ويتكسر لكن منو اللي يوفر لك حمايه ريزيلينس مال دنتين من نون فايتال تيث اللي هي اندودونتيكال تيث احنا وصلنا هذه الريزيلينس اللي هي تعتبر مثل الكوشن تسوي كوشن ويصير عندي ستريس فاي اي اي ستريس يجي يتكسر السن حتى لو تشوفه زين وانس بليس كلنا صارت عندنا حتى عندنا احنا باسنان يعني ما نسوي فول كفرج ينتهي السن بانه كله يتكسر اوكي وبعدين راح يصير كلش ديفيكولت تو بي again restored وانت خسرت نص البروجنوس فمن البدايه انت سويت اندودونتيك تريتمنت طبعا انتم راح تشتغلون هسه المالتي اوبنتي بس احتمال ما تتخرجون ان شاء الله كيف تسوون تريننج او تكون بوست جراجويتد فتشتغلون المالتي اوبنتي فراح يكون الريستوريشن مالتها كلش ديفيكولت ومرات من تسوي الريستوريشن ما تقدر ترجع الكونتور الكونتور اقصد به هي الكونتاكت اريا تكون كلش ديفيكولت in restoration فهنا ايضا it is a must اذا ما ترجع الكونتور الكونتاكت اريا بين تيث هذا راح يسوي له troubles راح يسوي له troubles in impaction impaction راح يصير حتى عندك يصير bone loss بهذه المنطقه وصير طبعا pain from time to time واكيد كنا عندنا not proper contact filling او restoration فتشوف دائما صار عندي اثنين مسوي لي مشاكل حتى من اخذت اكس راي مسوي لي حتى بون لوس فالكونتور من ما يرجع الى النورمال اللي هو يكون الكونتاكت اريا او كونتاكت بوينت ان انتيريور تيث هذا يسوي مشكله فاذا ان اندودونتيكال تيث ان نون فايتال تيث ات از ا ماست من يكون فايتال فبن هذا ات ديبينس اذا كان عندك بيج ريستوريشن وتريد تحافظ على السن اطول وخاصة إذا خليت pin 1 2 pin هذه الحالة راح تكون better prognosis تسوي لك راح لكن أكو حالات مثلا هو vital مثلا
store ونوت under function مش يكون not in stress مثلا ما عنده opposing of high mom أو ماكو أي stress وهو البيشنت هم حاب راح تخيره تقول تريد كرام أو لا ففي هذه الحالة فقط من يكون not under stress not very big filling not extensive to structure have been lost في هذه الحالة فقط أقدر إنه أقول أقدر مخير أسوي كرام أو لا وفي كل الحالات أنتوا تعتمدون على البيشنت يجي البيشنت يقفل يقول لك لا ما أريد أنت تحاول تشجعه تقول له يا ترى إنه هذا ما يصير هذا راح يصير يجي البروجنوسيس ماله تعطيه فكرة بس بالنهاية هو الديسيجن هو راح يدفع وراح يكون الديسيجن إله أوكي فأنت اللي عليك إنه تدفع على شيء هو الصحيح اللي لازم يصير أنواع الكرام ممكن إنه هناك many categories or classifications بس أنت تعتمد إذا كانت الكفرج أريا إذا كان completely covering the crown سمينا complete crown بكل أنواعه سواء كان full metal أو سواء كان jacket الجاكيت نقصد فيه يكون plastic material أو يكون all ceramic crown سهلة إذا كان completely cover the crown أسميه complete crown إذا كان partially cover the crown أسميه partial crown مثل الأنواع اللي أخذتوها بالثالث أرجعوا أقول لكم أنتم مطالبين بها كتوتر preparation بمادة الخامس أوكي؟ يعني يكون عندك يعني إذا كان عندك orally أو إذا كان عندك exam ممكن تسأل عن الـ preparation هذا الـ 3 quarter or 7-8 crown indication, contraindication, شنو هي advantage, شنو هي disadvantage بس حتى يظل ببالكم وما تنسوا شنو الفرق بين الكمبليت يا هو البتر كمبليت لو partial coverage كمبليت more area coverage more distribution for the force يعني شيء يأثر على أي فاكتور يأثر retention أحسن من ال 3 quarter بشكل عام أي شيء بي partial فهو أول شيء ما يبين من ذلك هو conservation of the structure فconservation of the structure قسم من يقول لك هو self cleansing لأن borders موجودة كلها في patient تقدر ينظف عليها نحن عندنا مشكلتنا بال restorations هي margins سواء كانت restoration سواء كانت crown and bridge margins كل ما المارجنز كانت انسرف كلينزنج اريا بحيث البيشنت يقدر ينظفها كان البروجنوسيس بتر كل ما كانت سب جنجايفا او كان منطقه ما يقدر توصل لها الاسنان فراح يكون ليس بروجنوسيس فاحنا دائما كل ما كان عندنا سب كلينزنج اسمتر فدائما حتى لو نسيتوا او ما فتحتوا المحاضره من اي شيء بارشل كفرج ماينر ريتينر اي شيء ماينر كفرج هو more conservation of the tooth structure providing margins that can easily cleaned لكن في نفس الوقت راح نخسر بمكان شنو؟ retention retention أقل وهو نقطة ثانية همينة بالرغم من أنه هو موجود بمنطقة self cleansing لكن أكو مشكلة اللي عنده high caries activity أي patient عنده high caries activity فهذه أنواع partials كلها coverage minor retainers كلها not indicated تسوي هي ورا 6 شهور تجي تسوي لك روزر ريست كل دار كيس ما يكون ايش بالعكس الماينر كفرج خصوصا البيشنت اللي ما ينظف اسنانه ما اعرف ايش دي ايش دي انه انت هذا الجزء الماينر هو ريتين باي وات ريتين باي سيمنت فالسيمنت اكو نوع يعني اما يكون جمعه الباودر ليكويد اللي هو الزين فوسفيت الجراس نورمال سيمنت طبعا هو البتر او الجي اي سي او يكون عندك ادهيزف فكل الماتيريالز هذه تتاثر بالووتر مو صحيح احنا ما خليها دراي فكلها تتاثر في سبيل الديسوليوشن فتنفتح المارجنز يصير عندك كيريز خصوصا اذا كان عندك هاي كيريز سسبتبيليتي فاي ماينر ريتينرز هي اسوشيتد وذ هاي كيريز هذه طبعا تضادت مع هسه ان سيلف كلينزنج تعتمد على البيشنت موتيفيشن البيشنت اذا يفرج اوكي اتس جود بروجنوسيس بس البيشنت اذا كان هاي كيريز اكتيفيتي وما يفرج وما هذه فهي لا بالعكس اتس كول النوع الثالث اللي هو كومبليت ريبليسمنت اللي مو بس يعوض لنا الكراون كله وانما يعوض الكراون اند ريتيرن باي ميم اوف بوست انسايد بوست كراون ستراكشر اللي هو ما فيه بوست كراون مثل ما تتذكرون بوست كراون نوعين اما يكون 1 يونت بوست كراون او يكون 2 يونتس مثلا هذا البراون هو الفيرست يونت واليلويش هو الكراون شنو الاحسن ال1 يونت بوست كراون لو 2 يونت بوست كراون حسب تذكر ترى ال1 يونت افضل ترى 2 يونت اي صحيح الكفر ترى الحاله ده يضر الجزء الخارجي الجزء الخارجي عليك انه فعلا الريبليسمنت يكون
اسهل وايضا البروجنوسز يكون احسن. ومرات مثلا شيء يصير مثلا اللي يصير مثلا يوقع الوان مثل ما صار عندي اني بلندي وكان ويك اند كان فرايداي نايت ووقع البوست كراون كان وان يونت وقع كله فظلت السن اوبن فور 2 اور 3 دايز حتى اي احد يجيني يسوي لي سيمنتيشن. فهذا ايش راح ياثر؟ راح ياثر على الاندو صحيح راح ياثر على السيل مال الاندودونت بفيلير اوف اندودونت. بينما لو كان عندي 2 يونت كانت ما صارت عندي هاي المشكله يوقع الكراون البوست ان اتس بليس والاندو ما تتضرر بالديسلوجمنت اوف ذا بوست. زين شنو هي الادفانتج اللي يعطيني اياها الوان بوست الوان يونت بوست؟ ليس دان فيزيت ليس دان فيزيت هاي عقلانيه لان مرات تنحرج يجيك بيشنت يقول لك انا مسافر عقب باكر او مسافر خلال هالاسبوع. انت تعرف كل الزين انه بالنسبه لتو بوست تو يور بوست كرام ياخذ مينيمم 2 ويكس او سم تايمز 3 ويكس حتى تكون خاص ورعب. اما كيفيه تحضيرها فهي اكيد انتم ماخذينها اي اما دايركت واكسين ويا اما يكون امبرشن راح تقول ياهو الاحسن اقول لك انت ياهو اللي تحبه. يعني احنا مثلا بالماستر اشتغلناها اثنيناتهم انا بالنسبه لي كانت كلش هابي وذ امبرشن يعني كلش بالنسبه لي ايزير اند مور اكوريت من اخذ امبرشن انسايد ذا بوست سبيس. طبعا هي كلش كومبليكيتد لازم تكون كلها سريعه ولازم اسوشيت وذ جنجايبا ريتراكشن كورد كلها لازم تكون مو سهله الامبرشن. لكن انا شفت الامبرشن بالنسبه لي يجي فيت اكثر البوست من الدايركت واكسين قسم لا من وياي من نفس الدوره وزملاء يقول لي لا انا اريح لي دايركت واكسين. فانت وفيناتهم تكون صحيحه ماكو وحده بيتر دان لكن الدايركت واكسين مشكلتها انه جونا مخربط الوكس بسرعه يتاثر بالجو اذا بارده او حاره ايش غرفه مبرده حاره يعني بسرعه يتجمد الوكس. بس مع ذلك يمكن واحد منكم يكون كلش بروفيشنال بالواكسنج يقول لي لا الواكسنج احسن فهو كلامه صحيح وكلامه ايضا صحيح على الطريقه اللي انت تتفاوض بها تسوي. طبعا من يجي تو بوست يونت راح يجي البوست اسوي له تراي اذا كان فيت اوكي ات سيمنتد اف ات از نوت فيت وهذه لعباتكم انه يعني ما تحدث لا تحدث اذا عندك 8 كيسات نصها بالضبط 4 كيسات تجي نوت فيت واي اجين امبرشن انتظر في الأسبوع يجي يعني مرات يكون خلل مختبري مرات إنه مو يعني تبى راح تقدر تسوي شيء كل اللي راح تسوي إنه راح تأخذ إمبرشن ومرات ثالث ترايل فعرفت كم إيش قد وقت هاي ثالث أسبوع. فإذا كان فتت راح أسوي له سيمنتيشن خمرات راح أسوي له بريباريشن أكيد أكيد راح تترك 24 hours وبعدين أسوي له بريباريشن أكيد. زين على ما يسوي لك الكراون النهائي في الأسبوع ياخذنا شهر شهر وشيء مثل الولد فعرفنا شو الفرق بيناتهم. فمرات تكون انه صحيح هو هذا the best اوكي التو يونت مور اتنتيف لكن مرات ايضا في نفس الوقت انت نفسك تنجبر تشتغل بون يونت بوست كراون. قلت لك حسب قلت لك انت حاول دائما تشتغل تو يونت بوست كراون بس لي قدام لان البيشنت يصير من ثاني زياره يصير عنده بورينج فانت قبل لا تسوي وقبل ما تحسب تقول له ترى انت والشهر ونص مثل طي ازيد مؤقت زين اني فانت لا تحاول دائما خليها تو يونت انت دائما تو يونت يعني تحاول تسوي الوان يونت. مرات الوان يونت هو يجي كل البوست والكور يصير ثقيل يعني الكور ريتنشن بس دائما يصير مره وغيره لفت جود ريزنسمنت يسوي له ريست ان اتس بليس. فانت دائما تكون تحبذ تشتغل التو يونت يعني بالماستر مالتي ولا مره اشتغلت وان يونت اللي قدام اقول للبيشنت انا هذا هيجي الستبس مالتيبل فيزيتس وكذا وهذه ما جبرت عليه بس من تكون عندك كلينيك وجاي لك بيشنت ودفيع ويسافر وتريد قصبه ما له خلق يعني فانت ايش راح تسوي ريست؟ ومو غلط يعني هو واحد من انواع الكرام ما تسوي شيء يعني بس انت جبرك عليه اوكي بس اللي اخذنا الفيرست كاتيجوري كان according to what؟ according to coverage اوكي فقلنا اما كومبليت كراون كفرج او with a partial او انه كومبليت ريبليسمنت اللي هو البوست بس ثاني كلاسيفيكيشن according to the material ممكن هذه همينه مره عليكم ممكن يكون متل انفول متل كراون او 3 كوارتر كراون او يكون بلاستيك ماتيريال اللي كلها طبعا تسوي
برأيك is better? A plastic zirconium. الأبلاستيك زيركونيوم تاعك. أنت عارف والكومبينيشن إز بيتر. ليش؟ لأنه البورسلين أنا اللون أقوله البورسلين جوية كوبي يعني لازم متل سبستراكشر بس البورسلين فيوست متل ما ينطيك الترانسلوسنسي. خليها بالك. يعني الحين أنتوا تستخدمونه كطلاب بس هسه راح تشوفه يعني ما راح يكون ما راح تكون أنت راضي عنه مو البيشنت. فمن يكون عندك anterior teeth نهائية ما تيجي الترانسلوسنسي ليش؟ لأنه هو الريدكشن كله راح يكون تقريبا 1.5 المدى راح يسوي لك يعني يقدر يسوي لك هي أقل من 1.6 only one ما تكفي التكنيشن يبني layers ما كل body والincisor والدكتين وكذا نهائيا ما تكفي ومرات إذا كان مثلا تأخذ منه high spot شوية تأخذ high spot يكبر الترانسلوسنسي فالترانسلوسنسي بتر البورسلين والزرقان صراحة طبعا للأسف الشديد وهي حشيتها البارحة عندي الطلاب جاب حضرتك البارحة إنه بعدنا لحد الآن ناخذ هاي الأشياء القديمة يعني مفروض تكون كلها يعني updated يعني هسه بعد ما حد يشتغل البورسلين يوسطوا يعني أبسط حيانة بأي مكان تشتغل زرقان يوم صحيح وبنير وما أعرف إيش بس بعدها محاضراتنا صراحة مدخلة بس شو نسوي يعني أنا ما أقدر أخرج زرقونيوم البنيرز هذه الأشياء بصراحة أنا لحد الآن أنا صار لي 5 سنين برا فما أعرف ياهو مختبر اللي يشتغل ده تجيني سكيسات بالكلينيك ما أعرف بصراحة إلا أكون ما أشتغلها إلا أكون واثقة 100% من التكنيشن اللي راح يشتغل شوف الكراون أند بريدج هو مفيد علم يعني تقدر أنت تضبط نفسك على البريبريشن إذا سنة شغل كراون أند بريدج تصير بروفيشنال بس المشكلة اللي يفشلك هو شغل ثاني اللي هو شغل التكنيشن اللاب إذا كان شغله مضبط ما تتعب أنت يعني بس اللي راح يسوي إنه يسوي دوت بريبريشن مضبوط حسب الستاندرد مالتنا وإمبريشن مضبوط وتعطي إمبريشن أما يجيك الشغل زايد ناقص أنت راح تصير بالواجهة راح يكون مكلف يعني قسم منهم ياخذون على اليونت تقريبا $280 بس أسمع هيك أسعار فلكية صحيح. اي فيعني البيشنت من يدفع هيك فلوس يجي يريد بالنهايه فشي زين يعني اذا شيء مو زين وانت مو سببه هو وانت سويت كل اللي عليك صار مشكل ابو قسم منهم يستخدمون هذه الكمبيوترايزد يعني بيك الكاد كام اللي هو مثلا one visit اللي هو بعد لي لحد الان ما اعرف شنو صار يعني ترى فرق 5 سنين تروح وترجع تشوف اكو هواي شغلات بريطانيا اكثر شيء كلش عندهم يعني كونفنشنال كلش قديمين ما يحبون الاستيتيك واسنانهم خربطه ووسخه وقذره و... اي والله ما يحبون يعني صحيح. اي واحد اول ما تحكي وياه يقول لك طبيب اسنان مسوي هيك يعني يتبوع على اسناني يعني معروفين هم لانهم هم معتمدين على نظام صحي مجاني اسمه الان اتش اس ناشونال هيلث سيرفيسز فهذه توفر لهم رعايه مجانيه لحد ال 18 ورا ال 18 يصير الاسعار غاليه يعني فغالية عليهم هم يعني هم يصرفون بالفاكيشن مالتهم وبالهوليديز يصرفون كوم فلوس ويقترضون وكذا بس من تجي يلا الى صحة اسنانهم لا يعني مو بس برايورتي احنا لا بعكسهم احنا الشعب العربي يحب اسنانه يهتم باسنانه يحب المظهر يحب كلش يعني عند الاستيتيك فشيمهم فشوفوا ماني مرات مثلا من احكي ويا معلمه ابني يعني مدي اقوتها بمكان وهيك اقلع اسنانها منا واجيب لها منا واسوي لها فيكس برج منا اسنانها كلها مثل طلع بيها وهي فت عمرها 30 سنه يعني مو كبيره موبايل على بالي كيريز قلت لك كل واحد انجليزي يفتح حلقه يعني هاي الله يستر ما يقدرون هاي هنا هوايه اللي كانوا بلبنان وبيروت وعفوا بيروت ودبي هواية دا أشوف يعني فيزيت هواية دا يعني كان عندي كونفرسيشن ويا بعض الناس اللي استخدموا مشتغلين بهذا الشيء عندهم كلش سكسسفول خصوصا هذا الوان يونيت اللي أنت إذا جبته وأصور حتى سامع بي إنه موجود بس ما متأكد إن تقبلكم من هاي المعلومة إنه أنت تسوي بريبريشن والكاميرا هي تسوي سكان وتعطي أوردر تختار نوع السيراميك اللي أنت تختاره وتعطي أوردر فخلال أقل من ساعة يبدي يسوي يكون الكراون جاهز وتلبسها طبعا هذه طبعا مو هي بالطريقة السهلة اللي هي جي احنا نقدر نفهمها يعني أنا هم حضرت بعض السيمينارات وبعض المحاضرات كونفرنسز تقريبا
الديجيتال مو بسهل مثل ما احنا نستخدمه. همين لازم يكون السيتنج مال السيستم مالته مضبوط بحيث اكو قسم من الديجيتال تكنولوجي. بعد ما سويت البريشن اطلع لك المناطق، اطلع لك تقول لك هنا تحتاج مور ريدكشن، هنا عندك اندر كات، هنا عندك اكسسيف ريدكشن، حاول تسوي بابلينج هنا. فالسيستم هو يساعدك. اوكي شجيت اصور بعد يعني، واللي شفته فيري فيري كواليفايد انجينير، يعني اتس نوت ايزي يدخل معادلات وشغلات ايش يطلع. قلت له حتى قلت له يعني هاي احنا هم لازم نفهمها، يقول لي لازم تكوني ماخذ كورس وفاهمتها حتى تستخدمين الديجيتال، يعني مو بس ديجيتال اجيبه كاميرا ومرر وما اعرف ايش، وهذه التفريق انه بريسايز ميجرمنت، ميجرمنت تو بي بريسايز اند ايد يو اند ذا بريبريشن as well. يعني مثل ما ذكركم إنه هو مساعدك إنه تقول لك إنه هاي منطقة خذ منها وهاي منطقة قليلة وهاي منطقة حمراء وخضراء. يعني ما شغل معقد في الكونفنشنال. البريج مثل ما قلنا بأنه هو من يكون عندي إحنا لمسك تو، أوكي، فراح يكون بدل ما يكون كرام راح يكون عندي تو كرام، اللي هو ما راح يتحول اسم كرام إلى ريتينرز. و rest on abutment دي واحدنا مثل يكون اللي يسميه بونكي. شنو هي أجزاء ال fixed bridge مثل ما كنا نعرف بال component انتو قلولي بونكي connector retainer. طبعا هذا ال eventualist part اللي هو مثل natural root، واحدنا سنانا هو abutment. رجاء بدون كلام انتو جيتوا ركزوا ويانا حتى لا تقطعون الاتصال. بعدنا كل إدنجلس أريا أكيد بيها تو أبارتمنتس، أوكي، واحد يكون ميجيالي ولا ديستالي تو إدنجلس بارت، فهذه اللي راح يكون عليها البريبريشن. والجزء البريدج اللي راح يبعد ريست أون إت أو أوفر إت راح يكون نسميه بالكونكتر، العفو سوري بالريتينر. طبعا الريتينرز عادي هم بتكون مثل أنواع الكراون، أما تكون ميجور ريتينرز، ومن اسمها ميجور ريتينرز إت مينز ذات إت كفر كراون كومبليتلي، أو تكون ماينر ريتينرز اللي هي مثل الكروزر ريست أو الثري كوارتر كراونز أو غيرها، فنسميها بالحالة ماينر ريتينرز. يا هي البرفير إنه تكون ميجر ريتينرز بالنسبة للبريدج. أكو حالات راح نشرحها هسه نحتاج بينها ماينر ريتينرز، لكن هي موست بروبلي إنه يكون الميجر ريتينر هو بيتر فور البريدج. عندنا كونتي اللي هو جزء البريدج اللي هو راح يقعد على الإنجلس. اوكي، وبعد عندنا الكونكترز اللي هي بتوين بون كونكت ذا بونتك الى ريتينر. الا ايضا بما انه عندنا ميجر وماينر ريتينرز، فش عندنا ميجر وماينر كونكتر، ماينر كونكترز اوكي، او مرات يكون فلكسبل كونكترز. راح اقول اياه البتر، طبعا اذا كان عندك ميجر ريتينر فلازم يكون ميجر كونكتر. بس مرات يكون هو عندك ميجر لكن تستخدم الماينر كونكترز، شو وقت تقدر يقول شو وقت يفيدنا انه نستخدم ماينر ريتينر او فليكسبل ريتينر، يعني مرات موفبل. دكتور هو بالموفبل كيس يعني يتشكل وترجع؟ لا، الابوتمنت ما يكون قوي حسب الاسهم. الابوتمنت تشبيه مو يكون قوي، تلتت 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 الالاينمنت، تلتت يكون عندك مشكله بالالاينمنت، لان هسه احنا راح نحكي عن شيء اسمه part of insertion and withdrawal of insertion. بتكون parallel walls between abutments حتى يقعد seated in bridge easily. مرات تكون عندك cases difficult cases اللي هو يا اما يكون tilted يا اما rotated يا اما drifted extruded، فاكو difficult cases بحيث interfere with the path of insertion and withdrawal. فما يكون one path of insertion اكثر، فنحتاج مرات هذه flexible retainers اللي هي تحل لنا هاي المشكله. بيكون every section of the bridge have its path of insertion of withdrawal. طبعا هذه راح تكون more complicated، وما تقول لي ما technician عندنا هنا نجيب لك اياها، يعني انسى. دكتور هسه هو اذا تلتد يعني خلي لل هذا البلاستيك الكونكتر او الماينر كونكتر، مو بلاستيك كونكتر، ماينر الماينر ماينر يعني هي تكون سيبريتد، او بس راح تشوف يعني هي شو هي، مو شكل واحد. ممكن تكون الماينر ريتينرز على شكل، هي اهم شيء ما يكون كومبليت كفرج،
retainer ما يكون completely covered the structure. ممكن يكون partial ground. ممكن يكون occlusalized structure. ممكن مثلاً ال connectors نفس ال connectors الرابطة يا أما تيجي soldered وياها أو يا أما تكون not flexible. وهذه إلها أشكال معقدة. أنت مو مصددها ولا مهتمية بس إنه لازم تعرف في أي حالة إحنا نستخدم ال flexible. هسه إذا تروح على كتب ملابس تشوف أشكال لأنه هذه دائما يسووها التكنيشنز. يعني إحنا نحكي على الجزء الساينتيفيك بس هاي الشغلات اللي موفبل وهذه الشغلات اللي هي شوية صعبة علينا تكون modifications. فما تفوت أي تكست بوك تشوف واي أشكال ماكو فش كتاب بس الشكل الأكثر هنا مستخدم بالماينور تينرز هي الكلوز أب بس صراحة أشوف. طبعا هنا أنا نرجع مرت له نفس الحكي نور تينرز ممكن تكون ميجر وممكن تكون ماينر ممكن تكون كراون ممكن تكون إملي ممكن إيبن تكون أوكي هذه أنواع تينرز. البونتينج أيضا هو جزء اللي يرتبط المسيب تون أورتي and occupy the position of the naturally missing tooth. هذه صورة أيضا شوفنا الأباتمنتس وشوفنا أيضا البونتينج. Connectors again زين هذه هي طبعا join the individual component of the bridge together the medina retainer with the concrete. Fixed rigid or movable. اللي هي اسمها flexible وليس معناها movable. هذا اللي قلت لكم من يكون in which case يكون عندك tilted path of insertion and withdrawal. ما نقدر نضبط in one path رجاء كونوا ويانا بنات كونوا ويانا رجاء. إذا ما فاهمين شيء عندكم يا ما فاهمكم هواين إنه إحنا دا نتكلم عن الكراون أند بريدج وبعدنا بالكومبوننت مالته. هذه هي صورة من النون ريجيد كونكتورز. أوكي هذه هي الأوكلوزر ريست. بأي حالة تستخدم الأوكلوزر ريست؟ تجيك مرات حالات إنه ميسينج هسه هذا هنا ميسينج أبر فور حسب أنتس لو اللي هو راح نشرحه بعدين تعويض الأبدمنت شلون نحسب السبيس وشون نعوض كم سن نحتاج الريبير فالأبر فايف يغطي الأبر فور يقصد بأنتس لو اللي هو الوود سيرفيس اريا تكون مساوية للميسينج توث أو أكثر ما تكون أقل حتى يقدر الأبدمنت يشيل الميسينج. قصدك كلينث؟ كلينث؟ لا 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 السيرفيس اريا السيرفيس اريا اوف ذا تو ستراكشر هسه ما اريد ادخلكم تفاصيل يعني اخذ دايجرام واخذ شغلات بالابدمنت بال ان شاء الله نيكست ليكتشر شلون تختارون كم يونت للكراون يعني هسه مثلا هسه انت اجت كيس عندك ابر فور ميسنج الابر فايف هل يشيل الابر فور لو لا هو هذا السؤال لا يشيله يشيله ليش؟ لانه هو السيرفيس اريا مساويه او حتى ايفن لارجر حسب انتس لو اذا كان الابتمنت او تو ابتمنتس اوكي المساحه تو الروت سيرفيس اريا مالتهم مساويه مثل هذه الحاله او اكثر يلا نقدر نستخدم انه في ابتمنت فاذا انت هنا مستوفي شروط بانه حسب انتس لو بس في نفس الوقت هل تثبت هل انه يكون ريتنتيف؟ نو وي نيد انذر ريست on the canine. زين هل يحتاج ان نسوي preparation للكناين؟ ماكو داعي ماكو داعي. ان الكناين very bulky structure. يعني ما يحتاج انه كناين و5 حتى يشيلون 4. انا اقول لك لو عندك missing 4 و5 لازم it is a must. ذاك الوقت it is a must to prepare the canine as well. لكن بما انه عندك انت بس تو فاستخدمت الاوكلوزر ريست هل تقول لي شقد البروجنوسيس مالتها؟ اقول لك صعب وايد في ساعات تجي تسوي لها اوكلوزر ريست اصلا انا من الناس اللي ما احب اسوي الاوكلوزر ريست لانه ورا فتره تجي بريك كيريز دائما الا اذا كان البيشنت موتيفيتد وعنده جود اورال هايجين او يسوي مينتنس بشكل جيد يجي كل 6 شهور ولا كل 6 شهور تعال راجع لي كذا الوقت تقدر تسويها وانت مرتاح ها؟ مو شرط مو شرط مرات يكون مرات تجيكم كيس مسوي اورثودونتيك تريتمنت من يسوي اورثودونتيك تريتمنت اول شيء يسوي له اكستراكشن اون فور فريم مولرز
وبعد ما يسوون بعد فينيشينج يصير عندهم سبيسز. طبعا سبيسز كلش حقيره مرات تكون less than 1-2 كلش صعب عليك التعويض انه تبرد سن ما بيشي مثل الورده حتى تعوض نص سن. بس هو في نفس الوقت it should be a must. اي سبيس راح نتكلم عنه بعد شويه. اي سبيس it should be replaced. should be صراحه اشوف شو يصير من يكون عندي سبيس بال بال بالاوراتوري. فهو ايش قد الاماونت اوف سبيس هو هذا شويه المحير بال بال بالسلكشن اوف بريك. يعني الجراوند ما يضيع بس البريبريشن راح نختار نوع عوية البيشنت وراح نسوي البريبريشن اكوردنجلي. اذا كان عندك فول ميتال اسوي البرنسبلز اوف فول ميتال. اذا كان فول ميتال والفينير راح اسوي والفينير. سيراميك ديب شامبر فينيشينج لاين والبرنسبلز ما كان ما نضيع بالجراوند. بس المشكله بالبريك هي الكيس سلكشن. هي هذه المشكله الحقيقيه مو بس الهم ان حتى احنا ايش في ساعه تحيرنا ديب بايت سوب اكسبلودد صار نتكلم عن هذا اجين الصوره هذه. هذا شكل الامبريشن اوكي. هذا شكل ال فيوتشر كيرز او الابطمنت بس حاليا بس هذا الامبريشن. هسه كان نحكي عن البالانس اوف فورسز. يعني لو تكلمنا عن اللور 6 اللور 6 من يكون placed in its place اوكي راح يكون اكو بالانس بين فورسز. يعني هذه الفورسز اللي هي from the adjacent الفورسز from the opposing فهو rest in its place ببالانس بين فورسز. زين ايش راح يصير اذا صار عندي هذا 6 missing؟ شوف ايش راح يصير. يصير عندي مسك اول شيء انت تساعدوني ايش راح يصير اوفر ايربشن. اوفر ايربشن راح يصير اوفر ايربشن. زين هذا شنو مشاكل الاوفر ايربشن؟ دكتوره ممكن ترفعوا ايديكم لو سمحتوا. يلا اول شيء هو هواي مشاكل. اول شيء ايش راح يصير؟ اذا ايش راح ياثر؟ راح ياثر على السبيس. مرات تحتاجيكم كيس كومبليتلي اكسترودد يعني واصل لحد اللي ماكو اصلا سبيس للبوندنج اوكي. هذه اول مشكله. بعد شو يصير لنا مشكله ثانيه؟ طالب كان يقول لي بعد شو يصير عندنا مشكله؟ لا افق من التقطيع. هسه احنا بدنا نحكي على الفيرست كيس من يكون الاوبوزنج اكسترودد اكسفوليت البريودونشيوم. عفوا عليك البريودونشيوم هنا اول شيء لوز اوف كونتاكت راح نخسر الكونتاكت اوكي. وراح يصير عندي اللي تشوفون هنا انا راح يصير عندي بون لوس. اصلا هذا عفوا من البوكيت راح يصير عندي بون لوس في هذه المنطقه. زين بعد ايش راح يصير عندي مو بالاكسترودن جنرالي بالنسبه للادجيسنت بون لوس البنات شوي حق. لا غيرك يلا ايش راح يصير؟ راح يصير بالادجيسنت. احنا قلنا انه من يكون السيجرس ان اس بيس او بالانس بين فورسز اوبوزينج صحيح. فراح يأثر يعني أحياناً مو أحياناً يعني most cases يحتاج ال patient إلى rehabilitation قبل ما يسوي crown and bridge. سواء كان إنه إذا كان deep bite ترجع للoclusion فمرات أكو كيسات هي أصلاً صعبة أوكي. فمو بسهولة اختيار الكيس وخصوصاً من إنه مسوي هذا العادي سنة فخمس ست سنين تيجي كذي هذا نازل هنا مغطي إيدين شنو صغار وما تقدر تقلعه وكل كيسات انه تقلعه وتسوي له. زين مرات من يكون عن نص هذا بعد اصعب لان راح تظل تصغر بالبونتيك والبيشت بالنهايه يقول لك لا هذا البونتيك اصلا كلمه ما حلو. زين تعال فهم انه هذا البوزنج اكسترودد. ومرات اكو قسم من اطباء الاسنان وحاولوا لا تسووها رجاء حتى تقعد بس البريدج تاخذ من الناتشرال. يعني انت ما تاخذ الناتشرال انها على مود تقعد لك بونتيك صعبه هذا راح يكون كلش كلش سنسيتيف. خلي نفسك انت بمكانك تريمينج. يعني دكتور نوت انديكيتد بهاي الحاله لو شنو؟ هي حسب. لا طبعا اذا نازل الى درجه انه نازل الى البريدج نوت انديكيتد نوت انديكيتد نوت ريستورابل اصلا حتى امبلانت بقدر اسوي له. اذا بترجع لو راح يوصل الى هذه النقطه هو اصلا صار عنده بوستيريور بايت كولابس. انتبهوا على هاي الفقره. صح ايش راح يصير؟ بس عندك انت مسنج هنا
هذا ايش سوى البريمولر؟ تحرك توارد الدنجروس بارت، اوكي؟ دفع هذا السن فبدون يدفعون الانتيريور تيث، فشي يسوي عندي؟ الانتيريور تيث موفينج فورورد. متى تحرك الانتيريور تيث فورورد راح يصير عندي؟ راح يقل عندي الفيرتيكال هسه عندي انا اثنان هذا التوث مسك، هذا التوث تحرك سوى درفتين لسنا دفع هذا السن، هذا السن دفع هذا السن، هذا يدفع هذا السن الماء الانتيريور. دكتور شلون يدفع يدفع الابر قصدك؟ تدفع اي هي الاسنان تتحرك مو بين فرح تدفعها راح تكون اوس ان ذا نكست سلاش. شوف هذا اللي يكون الناتشرال التوث اللي اتس بليس المسافه اللي هي الفيرتيكال دايمنشن تكون 60 ملي اوكي اللي هي ميجر اوبنوس تو اوريجن. ايش راح يصير من يكون عندك ميسنج هنا؟ هنا راح يصير فورسز، هذا راح يصير فيه اكسوجن، هذا راح يصير فيه درفتنج، اوكي هذا راح يدفع تشوف هذا راح يدفع الكيناين، هذا راح يدفع اللاترال فتبتدي تدفع الاسنان انتيريورلي بوشينج ذم فورورد فراح يقل عندك الدايمنش راح يصير 57 او اي بي دي 57 هذا يصير ديب فايف. هنا بهذه الحالة نهائيا ما تقدر تسوي برج على هاي الحالة. مو بس اورثو، يعني اوكلوزال بليت ترجع لك الاوكلوزال بليت ترجع لك الفيرتيكال دايمنشن اللي كان اللي انت مست، يعني هو على هيك وضعية نهائيا تقدر كلها تعرف على كلها. وطبعا في هذه الحالة يعني البيشنت راح يتأذى أكثر إذا عفته، يعني أنت يعني شود بي بروبر تريتمنت حتى لو أنت مو اختصاصك لازم يعني تحوله على شخص يساعده ما تعوفه تقول له لا هذا نوت انديكيتد روح اقعد ببيتكم لو روح قلع اسنانك وصور مخهم زين يعني ساعده يسوي فد اوكلوزال بليت فد مينيمم 2 اور 3 مانث حسب العمر طبعا تتحرك ترجع لسك الفيرتيكال دايمنشن وتقدر بعدين تشوف له حل بهاي الاسنان اللي هي صعبه الحلول بالنسبه للاكسوجن اوبوزيت تقريبا هو نفس المشكله اللي راح يصير عندكم اللي راح يصير عندكم كولابس باللور والابر دنتال ارتش بعد اكو مشكله ما ذكرتها من ذاك اللي يقول لي شلون شلون؟ وحده من المشاكل احنا قلنا راح يصير اكسبوجن للابوز قلنا راح يصير درفتنج او روتيشن بالنسبه للاجهزه بعد شنو ايش يصير عندي؟ شلون؟ بورز اوبشن هم قلناها بعد راح البيشنت من ما عنده سن ايش راح يسوي؟ راح يستخدم الابوزنج اذر سايد زين يعني راح يستخدم الاذر سايد مش راح يصير راح يصير عنده مشاكل بالتي ان جي وراح يصير عنده بعد راح يصير عنده البارت اللي هو يعني نوت فانكشن راح يصير بي كيريز راح يصير بي فود انفكشن راح يصير بي كيريز الجزء اللي هو نوت فانكشنال فانكشن هي ساعد بالكلينزينج سيلف كلينزينج فإذا شفنا المشاكل اللي ممكن تصير من الذي فتح الباب؟ تأخرتوا؟ أوكي فإذا من هسه جايبوا عائلتكم أنتوا عوائلكم المستقبلية أولادكم أي مسك توت it should be replaced as soon as possible. What the importance of crown and bridge. تبعونك على الكراون اند بريدج فروم فاينانشال بوينت اوف فيو ايش قد راح تعبي جيبك فلوس ان شاء الله جيبك يتعبي فلوس مو كل شيء عيني يعني هذه ان شاء الله تكون والله هي من تجي الفلوس ويا الضمير شويه فيناتهم ما لو عندك ضمير وماكو فلوس تاكل فلوس وماكو ضمير فيناتهم يحبون بعض المهم انه شفنا المشاكل اللي تصير من يكون عندي المسك تو وقلت لكم وذ تايم يعني مو مثلا اكو شغلات مشاكل انه مش وقت ما واحد يكون يقول لك اني كذا من يصير عندي فلوس اعوض من هذه لا يعني اسرع في عمليه التعويض لانه هذا راح يصير مشاكل صعبه انه تبي ريستور في الفيوتشر. فاذا قلنا ممكن اسوي ديسفانكشن تي ام جي ديسفانكشن وهذا ايضا ذكرنا التوث لوس ممكن يؤدي الى unilateral mastication in the opposite side of the dental arch ويسوي لي هم بالاضافه الى periodontal problems راح يسوي لي caries on the affected side. Please keep quiet, please. لازم بديتوا تشعروا بالبورينج؟ لا لا لازم تخلوه بورينج لا لا ما قلت لك راح اغير اسلوب راح اقرا generalize collapse of the lower مش راح تكون هو fix حقكم.
Okay, فإذا دائما أكو treatment in this stage. Please, please, please bubble tank in 5 minutes. بس شوي تحمل. Okay, any kind of treatment. عشان شو هسوي بالمحاضرات الجاية؟ الله. أنا شايلة هم البورد اللي بي أنا. شو هسوي؟ كل واحد يجيبوا يا كوفي. طبعا مسموح إذا يجيبوا كوفي أكل بس مو أكل أبو ريحة قيمة. ها؟ شو؟ أكيد. قاموا إيه جيبوا أنا ترى بريتيش ستايل جيبوا أكلكم جيبوا كذا بس مو جيبوا لي لا جيبوا لي لعلن يدوخني يا زي حمالة ولا جيبوا لي ولا سعد حطوا شعدة فين لا لا نعم دكتورة كمل نعم شيء منطقي ما هو شيء منطقي لا جيبوا قهوة بس جيبوا قهوة وهذا راح يأثر على كل هيلث والتريتمنت طبعا راح تكون انكلودينج اورثودونتيك تريتمنت كاست ريستوريشن مرات الخلايا كاست ريستوريشن حتى بس نسوي كورجن للاوكلوجن او كوركت ديستركتيف اوكلوزال ثينج اللي هو باي اوكلوزال بليت اللي هي فلكسبل مايت هذه اللي ترجع الاوكلوجن. هل اكو كيسات ما نقدر نسوي لها بروستيك تريتمنت؟ يس اكيد. وقت تكون عندكم بالإضافة إلى هذه complicated case يكون عندكم long span. طلاب هواية يشتغلون بالكلينيك بس تشوفون long span. long span هي مثلا من يكون عندك هنحكي على الأبر عندك الفور والفايف والسكس missing هذه تعتبر long span أو مرات نغفلها السبن وما عندك غير الايت والكناين ما الايت والكناين يشيلون هاي long span انسى راح تشوفوا هواية أطباء أسناني يسووها للأسف الشديد وتجينا الحالات ديسلوج هذا الحال عنده لازم يكون دنتال إمبلانت يعني يكون على الأقل في الزرعة موجودة تساند هذا البريدج ما تقول لي لونج سبان ممكن يتحمل إذا العيني ما يتحمل وعندك مشكلة ثانية هي الفيلكرام أو دمار اللي هي دائما تكون منطقة الريجن أوف الكلاي إذا خصوصا عندك تكسير كلاي فاللي يصير إنه يصير الفورس الفورس من تكون دايركتد ان وان دايركشن يصير ديسلوجمنت ان ذا اذر دايركشن وهذا يصير منطقه الكورنر والفلكرم اون ذا ماوث منطقه الكلام فهذه المناطق يحتاج لها كير فاذا ما كانت اذا كان السبيس مثلا هسه راح اشوفكم هم كيس بتكون فيري لونج سبان فبالحاله البتر انه يكون امبلانت زرعه بالسنتر يالون تفك البريدج يروح له ترى يجيب ومرات يجيب اللور نيجاتيف ريدج حتى بنسوي لونج سبان ما تقدر تعوض الكراون ما يقدر يعوض اللوست الليفلر ريدج فراح يكون كلش اقلي تتخيلون يكون سبيس سبيس جوا صح حتى اذا سويناه راح تستمر الريزولشن اي ما راح يفيد هو شوف هو البونتيك شود نوت ريست اون الليفلر ريدج ما يصير يعني دائما أبو التكنيشن إذا سوى لك إياه شيء ما يصير تقبل عليه لأن لازم أبو سبيس بس طبعا هو السبيس حتى ينظف البيشن جوا ما يصير يكون يعني يضغط على الـ 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 على الإدنتراس رجلي يعني هو راح يسوي ريزوبشن بس في نفس الوقت ما يكون أغلي يكون كلش أوبن هو طبعا المفروض يكون كلش أوبن بس ماكو بيشن راح يربط الإدنتراس فشو يسووا له؟ يسووا له حال إنه يكون فيشالي شكله نازل ويا شكله رجل بس لنجوالي بي سبيس وهذا كلش طبيعي حتى يكون سبيس فور كليف بالشكل الكيسات اللي هي ما محبذة بأنه يكون أكو بروستيك تريتمنت اللي هي فيكس بروستيك اللي هي لونج مثل ما قلنا هنا لونج سبان حتى لو كان أكو لس أو رجع بدون كلام عفية هل يمنع علي صوتي ليروح صوتي فحتى لو كان عندك ليتل دريفتين راح يكون عندك لونج ايدنتشرس ريج نوت ايديوكيتد وايضا اذا كان البيشنت مقتنع بيرسي بانه ما يحتاج الى فانكشنال او كلوجال او ما عنده مشكله هو ما مقتنع انه عنده مشكله فهذا من الصعب جدا انه تقنعه هذا يدخل ضمن البارت مع سايكولوجي بيشنت سايكولوجي هذا ما تقدر تعمله
هو مقتنع انه هو مشكله مصنع. اوكي وهذه كلها اخذناها التريتمنت فانكشن وبين وهذه الشغلات اللي هي ليش نسوي ايش هي الريزنز فور تريتينج روت لوس ليش نسوي التريتمنت اللي مطالعه من اللي هسه جيناها كلها والمثودز اللي هي مرات تكون اكثر من طريقه اللي هي تكون مثلا اورثو ريموفبل وبعدين نسوي فيكس فيها ستيبس يعني بالنسبه للكومبليكيتد كيسز ايضا هذه هم حكيناها الامبيتيشن ريستور دامج تو ريستور فانكشن استاتيك فونيتيك لارج بينك وحكينا عنها ايضا هذه الاستاتيك بالانتيرير تي مرات يجي عندك هنا وايد كيسات تجينا اصلا للعياده من تسوي روت كانال لسنترالز دائما اكثر شيء يكونون في هذول اليانك اللي يكون هو طفل او هو طلعت له اسنانه فوقه عزيزتي انت ام الموبايل اخر وحده ويانا علينا ودني شنو اسم جنابك؟ فريد. أول شيء العلاج ما حلو لا هنا ولا بأي مكان بالعالم بالهذي بس just for you. مو ثاني شيء خليك وياني إذا جاي متأخرة مو فاهمة شيء قولي لي يعني أنا يعرفوني طلاب شوية نحسة يعني أحب كل الطلاب وياي لأن أنا أتعب أقدر ترى أقدمها للأمور simple way بس أتعب بتقديم معلومات تكون معلومات خبرة وواي أشياء فما اشوف الطالب منعس بصراحه كل شيء انقهر وامه وابوه يكون هو منايم بالليل مو مشكلته انه محاضرتي بس اشعر انه اني مشكله بي انه محاضرتي بورنج اللي ما عاجبه يحضر المحاضره يسجل اسمه وياخذ راحته اللي يحب يقعد هنا ركز كوني تسالين هذه الشغلات ترى ما حد راح يعلمك اياها ترى اربع خمس اشهر ان شاء الله راح تكون زميله راح تمر عليك هاي الكيسات الديسيجن ميك اب نهائيا مو سهل نهائيا تتمنين بذاك الوقت لو تخطئين اخو وياك معلم او يساعدك او يسوي ديسكشن يكون لو موجود لو مو موجود يعني فرصه ذهبيه سالتوا ايش تخطئون اخو من يسوي لكم كوركشن اخو من يكون بظهركم اخو من ما يحاسبكم من تخطئون بس من تكونون ديسيجن ميكر تكون عندكم يور اون كلينيك يور اون بيشنت تكون ريسبونسبيلتي اكبر فانتم وبقت لكم كم شهر استفادوا من هذه الفرصه ان شاء الله التعليم. واحنا وياكم اي شيء تحتاجوا وانطيكم ايميلي او انطيكم تليفوني هم اللي اذا تريدون شو عيني؟ كلش راح نحاول نستغلك اكثر استغلال واني راضيه واهلا وسهلا فيكم يعني طلابي البارحه جوي قالوا ما عندنا انترنت واذا نريد نسوي سيمينار قلت لهم تعالوا فلاش رام اعطيكم سورسز بس قلت لهم يا ويلكم يا سواديكم اذا سويتوا لي كوبي بيست تاخذون كم صوره وتكتبون انتم مو سوي فواحدة منهم كانت تسوي كوبي بيست بصراحة يعني بهذلتني بس بروحي يعني بهذلت قلت لها راح ابهذلك اذا تسوين ما تتعبين نفسك واعرف ما تعبتي نفسك والمشكلة يعني سويت لها تيستينج ان افري دايركشن حتى ما فاهمة اللي خالد يعني مو بس جايبتها كوبي بيست وانما حتى ما فاهمة ولا عارفة تشرحها بصراحة بهذلتها اول مرة بهذل طالب بس اذا تضحك وبهذل عن بهذلتها اي روح رياضية لان انت بتكون غلطان تبلعها بس اوكي ايه تجي كيس ايضا صعبه من الكيسات الصعبه حتى الي يكون السنترال انسايزر تسوي له اندودونتيك ورا ست شهور تجيك اسود حلو تجي تستحرم ان تسوي له كراون بريبريشن وكو نقطه مهمه بينها والتكنيشن نهائيا ما يجيب لك اياها حتى اقول لك اياها اي خصوصا اذا كان عندك السيراميك العادي الا اذا تشتغل تستخدم الاول سيراميك بهالحاله يكون افشنت فتكون تيك كير لا تستعجل تسوي بريبريشن اليونغ خصوصا اليونغ ليدي وبعدها ما متزوجه وما مرتبطه فلازم تسويها ترجع لها الشيء الى الناتشرال انا شو ضحكت هسه الرياضيين اللي يدورون استاتيك مو بس النسوان فهذه لازم نضبط ويا التكنيشن نشوف الكلر شيدز اللي مع كل تكنيشن راح تتعامل وياه راح تدي الكلر شيدز زين يعني تشيك شغله وشوف قبل لا ترتبط خصوصا قبل لا تستلم هيك كيسات لانه هذا الكيس انه انت راح تسوي طبعا هو الكرام اند بريدج يعني ريجولار تشينجز تروماتيك يعني انت هذا كله راح تبط والبيشنت راح يكون يريد يطلع منك ابتسامه فوليوم فانت لازم تكون مضبط امورك انه كل شيء موجود تكنيشن شغله حلو قبل ما تلزم الكيس اوكي فقول لي هل هذا انت از ماست تو بي كرام لا ابو بريتشنج يسوي دكتور هو اذا عنده دكتور اذا عالجناه عنده الافضل كرام مو قلنا هو
شوف هو هم نقدر نقول عليه أماس يعني بس إذا كان إنت don't need to فنرجع نقول it is a must. فإذا كان you are able to restore aesthetic يعني هنا راح يكون المين هو aesthetic ولا هو function همين يعني أنا وهذا المين كاتين راح يصير عليه. فإذا إنه سوي restoration بس لازم نضبط الأستاتيك يعني فيش هذا فيديو يا اخي معدل هذه تورستور فانكشن لا اي ادري انت تقصش على هذه غير هذه المفروض انه كرار انا هاي سوى من البرزنتيشن مع الدكتور قبلي فهو انه هذه اللي هو المفروض انه تكون هذه اللي هي الاسبيريشن وهذا هو الكرار ثاني انه تحضير محاضره ثاني من مباريات مثلكم ما عندي انترنت كان غيرت هواي صور فهي المفروض انه تكون هي شنو هنا الغرض من الكراون تو ستور استيتيك هذا مستحيل يكون كراون انا بحكي مستحيل من يمين بس انه تو ستور فانكشن انه يكون بدل ما يكون اغلي اللي هي هذا الكيس او يكون هذه الباد كونديشن اللي هي هنا باد كونتور مو بس استيتيك بيكون انه تريد ان شاء الله بس هذا ما اعرف ليش ما تيجي جربيش الصورة الأخيرة. مشتغل. الصورة الأخيرة. هم كراونات. ينفس. هذه إحنا لا هذه مو الكراونات اللي إحنا نسويها. should be restored. يعني هذه poor function, poor function, poor aesthetic, grander contour. بس هذه همينة من الكومبليكيتد كيسز اللي هي أول شيء إنه بالنسبة إلى حاول نسوي تريتمنت للكراون كراونات ترى ما بيها شيء. دكتور هسه المشكلة هي الكونديشن بس مع ذلك عيني. بيشنت دائما بس كراون دائما صار عنده هاي الحالة. لا مو دائما. سيرفايكال كيسز. يعني صار لهم 10 سنين مثل الوردة ولا أحد يحس بهم كراون. It depends على الأورال هايجين. هسه نرجع عيني يلا طلاب خلينا نخلص عيني يلا يلا هاي الكرامز رجاء انتبهوا عليها الكرامز راح يكون عليكم الاسبام الاسبام السبيس اوكي السبيس هو بين تو الاسبام السادل شنو هو هم سبيس لا السادل هو الاريا اوف ايدنتولاس ريدج يعني السبيس هو سبام اوكي سبام هو السبيس لكن السبيس اللي هو على الايدنتولاس ريدج نسميه سادل سادل اريا اللي هو راح يقعد البونت عليه البير شنو البير هو التوث اللي يكون أباتمنت بنص الإدنجرس بارت وهذا طبعا هذا هم كلش مشكلة يسوي لك مشكلة يسوي لك بالإنسرشن باث أوف إنسرشن أند وذدرول خصوصا هيجي كيس هرام هذا الكيس سخلي نشوف هذا الكيس شرح السؤولة إذا إجابكم هذا الكيس ركزوا وياي ركزوا وياي كلينيكال كيس عندكم مسينج عندنا مسينج عندنا الفار 6 واحتمال احتمال يكون اصلا هذا upper 6 و upper 7 ان مور ذان 2 ويكون هذا اصلا ال 8 migrated خلينا نقول انه 1 tooth missing هنا عندنا ال 5 عندنا ال 4 missing عندنا ال 10 عندنا centrals وال laterals missing عندنا هنا other lateral اوكي وعندنا 10 وعندنا first premolar وعندنا 7 شنو الكراونات حبذون انه يكون كله فل يونت كراون اثبتها سيبريتو سيبريتو تكون سيبريتد ليش تكون سيبريتد احسن يعني يكون هذا اول بريدج هذا والثاني بريدج هذا هذا اللي حكينا انه فل كراون يعني حتى بالتشيكينج من تجون تشيكوا اذا كان فل ارش طبعا انا مشتغل على الفور ارش عندنا مرتين يا ولد لأنه من يم التكنيشن لازم يسوي بلوك للأندر كات حتى يقعد جرة واحدة والباث أوف إنسرشن أند وذ دراول راح يكون مونتبل كلش صعبة إنه يضبطه وأول ما قاعدة رأسا يسوي روكي يطفر من الجهة الثانية فظل التكنيشن وياي تقريبا عندنا ثلاث مرات يلا سوا يلا ضبط يعني يكون مرات مو بس دنتال إيرور يكون تكنيكال إيرور ما يضبط عنده
يعني بالتكنيكس مال البريبريشن اوف بريدج. والبتر فور بروجنوسيس اللي هو يكون سيبريتد. ليش؟ مثل ما قلنا انه خاف عندك مشكله صارت عندك مشكله بسن من الاسنان هنا، ليش ده ينزع كل البريدج وتتاثر كل الاسنان؟ لا، يكون سبريت. فكل ما كان قسمته انت احسن، بس مرات تنجبر عليه. زين، شنو رايكم بهذه الاسبان؟ ممكن تشتغلوا بها هذه؟ لازم البلانت. ها؟ لازم صحيح. بالانتيريور هنا بدون امبلانت هنا سبورت ذا بريدج ما نقدر. هذا اللي اريدكم تفهموا، انه يكون عندنا هيك كيس ديفيكولت نهائيا. او مرات شو يسوون بعض اطباء اسنان يشتغلوها بالامبلانت، ياخذون الكناين. شوف الكناين هو يعني مثل الانكر ان ذا اورال كافيتي، لونج روت عريض. هسه راح نحكي شنو مميزات الابتمنت، في كل المواصفات اللي بيه الابتمنت يكون قوي ويتحمل. فتقدر you can rely on canine. المشكلة من يكون الكناين مسنج، يكون الكناين مسنج هي هاي المنطقة أصلا فالكرام راح تصير زين يعني مثل شون السيسو إيه تصلح فورس من جهة ترفع جهة. فهذه وجود الكناين يسوي stabilization يسوي stabilization للarch ويسوي stabilization للفلوجين. الكناين مسنج كلش مهم. من يكون عندك مسكيت كناين كلش مشكلة بالريبليسمنت، خصوصا إذا كان عندك لونج بريدج. فمثل ما قال زميلكم البتر إنه يكون أكو عندك زرعة هنا تضبط حتى يصير بريدج. هنا أنا ما عندنا مشكلة، البريدج كلش عالية هاي هنا البريدج. هذا العالية البريدج اللي هو في بما لو تريدون تشتغلون كيس إنيشال، حاولوا تشتغلون هذه الكيس اللي هي 1 مسكيت تود أو 2 مسكيت تيد أز ماكسيمم. أوكي، بس يكون ما عندكم اي مشاكل اخرى. شوفوا هنا مسوي له هذه الكيس، مسوي له هنا بريدجز. هنا نفس الشيء كان عنده تو السبيس هنا عنده هنا هذه از بيتر بروجنوسيس. اللي يكون عندك سن اللي هو سميناه البير اللي هو يكون ان سنتر اوف ادنتشرس ريج، مرات يكون مشكله مرات لا يساعدك. اللي يكون سمول ماكو مشكله بيه، ويكون بريبريشن بات اوف انسرشن اند وذ دروول يعني مساوي للأبر أبرمنتس، ما عندك مشكلة. بالعكس يسوي لنا سبورت للفرج، بس مرات هو بنفسه يكون إكسروتد درفتد روتيتد لارج. هذا يسوي لك مرات مشاكل انترفير، فتكون تيك كير من يسوي أوبريشن وأكوفير في السنتر أو الإدنشرس ريج. هذه تعرفوها اليونتس، يعني هي نمبر أوف ريبليسمنت، يعني كل وحدة بيهم سواء كان بونتيك أو ريتينر هذا نسميه يونت. من تروح مثلا هذه كم يونت صار عندنا؟ 2 لا شلون 2 1 2 3 4 4 4 يونتس. اوكي 4 يونتس اللي هي سواء كانت ابارتمنتس او سواء كان الميسنجز باث اوف انسرشن اند ويذدرول. بعدين راح ناخذ اصلا هذا حكي هوايه عليه بعد على الباث اوف انسرشن اند ويذدرول اوف ريستوريشن اللي هو تكون ات شود بي بارالل. طبعا هذه بالستيب النهائيه بعد ما تسوي البريبريشن تحتاج تروح تعوف البريبريشن تشرب لك قهوه، واذا انت مدخن تشرب لك سيجاره تشجع على التدخين تصفى هيجي وترتاح تحريض على التدخين. ها بعدين يعني اذا انت ما تشرب فايب ولا ما اعرف ايش ولا مره اديله ولا ما اعرف ايش اسمه باي؟ والله ما استخدمه حتى اعرف اسمه باي. هو اي يسموها الكترونيك، انتم هنا تسوونها باي باي ما ادري. نعم دكتور. لا هسه هذا المهم تكون ريلاكسد، لانه من تكون تعبان بالبريبريشن ما تشوف الاندر كارد والباد اوكسيشن او اند وذ الروز، تكون ريلاكسد بعد ما تسوي البريبريشن راح تتعب. فتاخذ لك فتره تريح بيها عينك. ترتاح وترجع تسوي دراينس مضبوط لان السلايفة تمينه. تأثر على البريدج وتبدي تشوف تشيك شغلتين مهمة تأثر على السيتي الأوف بريدج اللي هي الأندركاس يعني والباث أوف إنسرشن أند وذدرول. تتبعوا بالديفرنت دايركشنز اللي يكون بارالل راح يكون هنا عندي ميجر سيرفيس أوف ذا لور فور ويا ديستال سيرفيس أوف ذا لور سفن تكون ذا سيم. مين يتغير عندك ويكون عندك صعوبة بالبريدج إنسرشن أند ريموفل، هذا مشكلة بحياتك البريدج ما يوقف. أوكي دكتور شنو السيرفيسز اللي لازم فقط الميزيال والديستال؟ اذا كان عندك هسه سنين ابارتمنت تو ابارتمنت، فطبعا بس الميزيال
of the lower fourth and distal of the lower seventh. The distal مال الفور مو مهم لازم كفرج. This the path of insertion and withdrawal. راح تقعد على two surfaces in restoration. فاللي أثر على path of insertion and withdrawal هو the medial surface, the more medial line, the more medial abutment, إلى distal surface of the more distal abutment اللي هو يأثر على path of insertion and restoration كلها. بس طبعا undercuts كلها تجي في surfaces. And thank you. Thank you. Reaction مالته كلش مطمئن. بعدك الشايب. خلص المحاضرة.